بكل أصحابنا أصحاب رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. برحب بيكم أولاً، وبرحب كمان بأصحابي الموجودين معايا النهاردة. وحكاياتنا النهاردة هنتعرف فيها على ولد جميل قوي اسمه حمادة. حمادة صانع السعادة. حمادة ولد طيب وشاطر، كل يوم الصبح يصحى بدري مع زقزقة العصافير، ينزل الشارع ومعاه الجرايد، وبسرعة يجري في كل مكان عشان يبيع الجرايد بتاعته. يروح قدام المدارس، يروح قدام النوادي، يروح العمارات، وكل واحد يطلب جورنان يجيبه له حمادة على طول. كل الناس كانت بتحب حمادة لأنه شاطر وأمين وسريع، وآخر اليوم يرجع حمادة لمامته ومعاه الفلوس اللي باع بيها الجرايد. مامته تتبسط منه لأنه هو كمان في أجازة الصيف بيساعدها وبيحاول إن هو يشاركها، إنه أي حاجة هي محتاجاها أو أي حاجة هو حتى محتاجها يجيبها لنفسه. يوم بعد يوم يا أصحابي حمادة لاحظ حاجة غريبة جدا، يمشي زي ما كان بيمشي، يجري زي ما كان بيجري، يروح كل الأماكن اللي كان بيبيع فيها الجرايد، محدش خالص عايز يشتري منه الجرايد خالص. إيه اللي حصل؟ ليه الناس مش عايزة تشتري الجرايد؟ لف كتير حمادة وتعب، وفي الآخر قعد يرتاح وقال أنا لازم أعرف السبب. مسك أول جورنان وفتحه وبدأ يقلب كده في صفحاته ويبص يقول ياه، إيه ده؟ إيه ده؟ الأخبار في الجرايد كلها عن الحرب، الولاد دول زعلانين كده ليه؟ وهنا بنت بتعيط، وهنا ولد بيترعش من البرد، وهنا ولد تاني كله عرق من الحر، وبيوتهم وراهم مكسرة. يا خبر، عموماً الحمد لله، الحمد لله إن أنا عايش في أمان وسلام، حتى لو مش بقدر أجيب كل الحاجات اللي أنا عايزها، لكن في الآخر أنا بلد بتاعتي ما فيهاش حرب وما فيهاش حاجات متكسرة، وعايش مع ماما في بيتنا في أمان، محدش بيضايقني ولا بيزعجنا. بس هل ده معناه بقى إن حمادة يتفرج على الولاد دول وما يحاولش يساعدهم؟ آه طبعاً لازم يساعدهم؟ آه. طب إزاي يساعدهم؟ بألعاب. بألعاب؟ أكتر حاجة بتفرح الأطفال إيه؟ الألعاب. أكتر حاجة بتفرح الأطفال اللعبة الحلوة. فكر حمادة، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قعد شوية وقال أشوف أنا معايا كام في جيبي. طلع حمادة القروش القليلة اللي معاه في جيبه، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة، طلع كل القروش اللي معاه، وبسرعة بسرعة جاري راح على المكتبة. فكر كده وقال أنا هشتري مقص وألوان وخيوط ملونة. يا ترى بقى هيعمل إيه حمادة بالمقص والألوان والخيوط الملونة؟ فكروا بقى كده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ الألعاب. يعمل ألعاب. الألعاب دي هيعملها من إيه؟ من ورق الجرايد. بدأ حمادة يمسك أول ورقة في الجورنان ويقصها ويقول إيه؟ الولد ده حران، أنا لازم أعمل له حاجة تخليه ما يبقاش حران. أعمل له إيه؟ إيه؟ يعمل له مروحة. قص ورق الجورنان على شكل مروحة، حطها جنب الولد، وتخيل إن الولد مسك المروحة وقعد يهوي بيها. يا سلام، أخيراً ابتسم بعد ما كان عرقان وزعلان وحران. بنت تانية واقفة زعلانة، بيتها اتكسر وبتعيط، طب أعمل لها إيه؟ أعمل لها إيه عشان تبقى مبسوطة؟ يعمل لها إيه؟ بيت. يعمل لها لعبة على شكل إيه؟ بيت. عروسة. عمل لها عروسة؟ قص الجورنان على شكل عروسة حلوة، ولونها بألوان حلوة، وعمل لها فيونكات حلوة في شعرها، وحطها جنب البنوتة. اتخيل إن البنوتة مسكت العروسة حضنتها وطارت لفوق لفوق لفوق، وعملت له باي باي. أنا مبسوطة النهاردة يا حمادة عشان أنت خليتني أضحك بعد ما كنت زعلانة وحزينة. ولد تاني برضو واقف وعمال يعيط 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 ويدور على بابا ومامته مش لاقيهم، ويبص في السماء راحوا فين. فكر حمادة وقال إيه اللي بيبقى موجود في السماء ممكن الولد ده يفرح بيه؟ طيارة. طيارة. قص حمادة الجورنان على شكل طيارة، وحط لها الخيوط بتاعتها، ولونها بألوان جميلة، حطها جنب الولد. الولد مسك الطيارة وطار وعمل له علامة النصر. أنا بشكرك يا حمادة، أنت النهاردة رجعت لي السعادة. يوم بعد يوم يا أصحابي حمادة اتعلم حاجة جميلة قوي. اتعلم بقى إيه؟ اتعلم يعمل لعب من ورق الجرايد. بدل ما كان بيبيع الجرايد، بدأ كل يوم يقص الورق ويعمله لعب. عمل طيارات الولاد طيروها في السماء، عمل مراكب الولاد عوموها في البحر، عمل كمان وشوش حلوة خالص للأولاد يلبسوها ويبقوا مبسوطين إن هما بيلعبوا مع بعض، وكل واحد لابس وش، وكل واحد عايز يشوف صاحبه عرفه ولا لأ.
حاجات كده إيه لطيفة تخلي الأولاد يبقوا مبسوطين. كل الأولاد كانوا فرحانين بحمادة عشان حاجة مهمة قوي، عشان هو لما حصلت له مشكلة والجرايد ما بقتش بتتباع ما وقفش ساكت وعيط وقال أنا خلاص مش هعرف أشتغل، لا حمادة فكر وعمل حاجة تانية يستفيد بيها برضو من الورق، وعلمته مهارة جديدة. يعني إيه مهارة جديدة؟ يعني حاجة جديدة يقدر يعملها ما كانش قبل كده بيعملها. طب ليه بقى هو اتعلم المهارة دي؟ عشان إيه؟ عشان ربنا، عشان يساعد مامته، عشان يساعد مامته، وعشان كمان يساعد مين؟ الأطفال اللي موجودين في صفحات الجورنان. يعني إحنا لما نعمل حاجة كويسة بقصد إن إحنا نسعد حد، ممكن ربنا يخلينا نتعلم حاجة جديدة خالص ما كناش عارفينها. كمان حاجة عايزة أقول لكم عليها، الحاجة اللي بتفرحنا لازم تبقى حاجة غالية؟ لا لا. لازم تبقى حاجة كده بفلوس كتير؟ لا. مش ممكن حاجة بسيطة خالص، وردة، لعبة، حتى ورق، حاجة بسيطة زي دي تخلينا نبقى فرحانين؟ يعني السعادة موجودة حوالينا، بس مش دايماً السعادة تبقى لعبة. يعني السعادة لعبة، بس اللعبة مش لازم تكون غالية عشان تسعدنا، صح؟ مش لازم نلعب بفلوس، بفلوس بس مش لازم فلوس كتير، ممكن فلوس بسيطة نجيب بيها لعبة نبقى فرحانين بيها. والأحلى بقى لو عملنا احنا اللعبة بإيدينا، يعني قعدنا لونا، رسمنا رسمة حلوة، عملنا شكل حلو، عملنا زي حمادة كده وشوش ولوناها، عملنا لأصحابنا في عيد ميلادهم هدايا احنا عملناها كده بإيدينا، دي بتبقى حاجة حلوة بتبسطهم، واحنا نبقى فاكرين إن هدية اللي قدمناها لصاحبنا احنا اللي كنا عاملينها مش شارينها. يوم بعد يوم كل أصحابه وكل الناس الجيران بقوا بيقولوا جه حمادة، حمادة صانع السعادة، حمادة اللي خلانا كلنا مبسوطين وفرحانين بحاجات بسيطة خالص بيعملها، بس هو لأنه بيحب يسعد اللي حواليه وشايف إنه السعادة إن احنا نسعد الناس اللي بنحبهم ونخليهم فرحانين. إيه رأيكم بقى في حدوتتنا؟ جميلة. إيه رأيكم في حمادة؟ حلو. طب لو أنتوا عايزين كده تقدموا لحمادة هدية تعملوا له إيه؟ تقولوا إيه؟ ها؟ إيه اللي ممكن نجيبه لحمادة نخليه فرحان؟ لعب. لعب ممكن نعمل له لعب احنا كمان زي ما هو كان بيعمل لعب؟ ها؟ ها؟ يعني هو عشان عمل حاجات، نعمله بيت، نعمل له بيت، هو عشان عمل حاجات حلوة ربنا خلاه يبقى عنده حاجة جديدة يعملها ويكسب برضه فلوس منها. في الأول بقى حمادة على فكرة ما كانش بيبيع الحاجات اللي بيعملها، كان بيديها هدايا لأصحابه، لكن أصحابه يوم بعد يوم قالوا لا احنا لازم كمان احنا نساعد حمادة، لما يدينا لعبة نديله فلوس من المصروف بتاعنا عشان احنا كمان نساعده. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة، حمادة صانع السعادة، أتمنى تكون عجبتكم، أنا مبسوطة منكم، ونفسي دايماً أنتوا لو تقدروا تسعدوا حد تسعدوه، ولو بحاجات بسيطة لأن السعادة جميلة، ويا رب كلكم تبقوا مبسوطين وسعداء، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح.